قبل ما ابدا الفيلم هقول لك وحشتنا يا صديقي. قد يكون الفيلم ممل في البدايه، لازم يا صديقي تصبر في البدايه علشان تستمتع بالنهايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. هو بيبدا الفيلم ببركاش، راجل اعمال مشهور ويمتلك شركات لا حصر لها. بيجي له تليفون والشخص ده بيقول له انت ليه مهتم وميت على الصفقه دي بالذات؟ بيقول له دي مش مجرد صفقه بالنسبه لي، ده حلم ملازمني من 30 سنه فاتوا، الصفقه دي محدش هيعرف ياخدها مني. بيروح مقر الشركه وبيعمل اجتماع، بيقول لرجالته انا خلصت كل حاجه والصفقه مضمونه ليا بنسبه 1000000%، ولكن مش عايز حد من الصحافه يعرف لحد ما تبقى العقود في ايديا. في الوقت ده جاي بيكون مع العمال في المنيا، هو بيقول لهم في ايه تاني؟ انا حليت اغلب مشاكلكم الشهر اللي فات، اصبروا عليا وهظبط لكم الدنيا الشهر اللي جاي. بيجي له تليفون والشخص ده بيقول له صفقه المناجم حسمها بركاش، بينصدم وبيقفل معاه وبياخدها جري على الشركه. في الوقت ده جاي بيكون كمان هو في منجم من المناجم بتاعتهم، بيجي له تليفون والشخص ده بيقول له انسى صفقه المناجم لانه حسمها بركاش، بيقفل معاه وبيروح جري هو كمان على الشركه. اخوه من ناحيه وهو كمان من ناحيه، هو بيجي يوم حسم المزاد. بركاش بيفتح التلفزيون وبيشوف الاعلان بيقول صفقه المناجم الذي تقدر ب 3 مليار دولار، في منافسين كتير عايزين الصفقه دي، ولكن اللي حسمها وكسب الصفقه ومدى العقود النهارده السيد راجي صاحب شركات راجندران. بركاش بينصدم وبيجي له تليفون بيكون راجي، بيقول له ازيك يا بركاش اخويا، بيقول له مين معايا، بيقول له اللي مجننك وحاطط عليك، بصراحه انت منافس لحد ما كويس، ولكن انا بسيب لك الكوره وبمرتده واحده مني بجيب الجون، بتحاول كتير تكسبني ولكن ما بتعرفش، ان كنت عايز تكسبني المره الجايه لازم تعدي من الاسدين اللي معايا جاي واجاي اولادي. بيقفل معاه وبيقول لهم عاش يا رجاله، فتحوا عينيكوا كويس، هجمات بركاش هتكون صعبه الفتره اللي جايه. في الوقت ده المول اللي بيشتغل مع بركاش بيقرر يفتح شغل مع راجي، بيروح له البيت وراجي بيقول له ده ابن الكبير جاي، ودي مراته ارسي، ودي بنته ريا، ودي سودها مراتي، ودول اولاد ابني اجاي، وهو كمان جه صديق عمري، بيقول له غني عن التعريف دكتور انان. بيقعد معاهم وبيقول له برافو عليك يا راجي، عرفت تكون عيله محترمه وسعيده، انت عرفتني على العيله بالكامل، ولكن ما قلتليش اي حاجه عن ابنك الصغير في جاي. بينصدم وبيقول له ما بحبش اتكلم عن حاجه فقدت الامل فيها. بيقول له يعني ايه؟ بيقول له يعني هو اختار طريق ما عجبنيش فسيبته يروح لحاله. بيقول له يعني انت ما تعرفش اي حاجه عنه؟ بيقول له ما اعرفش ان كان عايش ولا ميت. وها هو الوحش العنيف، هالولد المخيف، هالبطل التي بذكائه مستعد يغلب جيش في جاي. بيكون مقضيها راسه وغنى وعايش حياته زي ما هو عايز، هو مش بفلوس ابوه، بدماغه ومن دراعه، رغم انه منعزل عن العيله بالكامل ولكن لسه بيكلم مامته باستمرار وبيطمن عليها. المهم بيكون مصمم ابلكيشن، بيتاكد زرار في الابلكيشن بيوصل الاكل لحد باب العميل. المهم الابلكيشن بتاعه بياخد جايزه افضل ابلكيشن، هو بيطلع على المنصه يقول كلمته. الصحفيه دي بتقول له ايه خطوتك الجايه؟ ناوي تستثمر في ايه فلوسك علشان تامن مستقبلك؟ بيقول لها عندك حق، الاستثمار في اي حاجه بيعمل فلوس كتير، ولكن انا مش هدفي الفلوس، انا هدفي اعمل الحاجه اللي بحبها. ابن الرخمه ده بيقول له واحد زيك ليه يتعب ويشتغل؟ انت ابوك صاحب اكبر شركات مناجم في الهند بالكامل، يعني لو فضلت تاكل في فلوس ابوك مش هتخلصها. بيقول له انا حاجه وابويا حاجه تانية خالص، ابويا بدا من تحت الصفر وعمل الفلوس دي ما خدهاش من بابا، يبقى انا باي حق اخد منه؟ بيقول له اها انت بتقول الكلام ده بس علشان في مشاكل ما بينكم صح ولا لا؟ بيقول له دي حاجه خاصه مالكش انك تتدخل فيها يا ليت الخروف. هو بيسيبهم ويمشي. بيقعد على الكوبري ده هو بيفتكر اللي حصل بينه وبين باباه من 7 سنين فاتوا، لما اتخرج من الجامعه وباباه كان عامل له حفله كبيره جدا، وطبعا كان داعم نصب كبيره قوي في البلد، ايش داخليه وحربيه وملوخيه وشعريه، المهم يعني كان في ناس ثقيله قوي في الحفله. بيقول لهم شكرا لحضوركم، وطبعا انا دعيتكم علشان اقدم لكم ابني في جاي، كان ساعتها لسه طالع له شنب اعدادي وفرحان بيه وسايبه. المهم باباه بيقول له تعالى ده في جاي قول كلمتك. بيروح له هو بيقول لهم من النهارده ابني في جاي زي اخواته، هينضم ليا في شركاتي، مش معنى كلام انه هيورث لانه دارس في جامعه كبيره، اللي هيورثني هيكون الافضل في اولادي، ولكن الثلاثه مؤهلين للورث، اللي هيشتغل ويكافح واشوفه يستحق ورث الشركات هورثهم له. بيقول لي في جاي خش يا وحش قول كلمتك. في جاي بيقول لهم صباح الفرن يا جماعه، انا والله ما اعرف ان بابا هيشغلني عنده علشان كده مش مرتب كلام، ولكن في الحقيقه انا برفض الشغل مع بابا. الكل بينصدم. بيقول لهم زي ما سمعتوا كده بالظبط، ايوه انا شخص محظوظ جدا، مين يكون عنده شغل زي ده ويسيبه؟ لا وكمان لو شديت حيلي واثبتت ان كفاءه في الشغل هبقى الملك الوحيد لشركات بابا من بعده، ولكن للاسف انا فقري ومش عايز الشركات دي. يلا سلام عليكم. بيقول له خد يلا تعالى انت رايح فين؟ وايه اللي بتقوله ده؟ بيقول له بقول اللي هعمله، لحد امتى هفضل تحت منك وتاخد قرارات حياتي بناء عني؟ بيقول له يعني انت مش عايز تشتغل معايا؟ مرته بتقول له هو عايز يشتغل في مجال تاني. بيقول له هو انت فاكر انك هتعرف تعمل حاجه لوحدك؟ اكيد هتحتاج فلوس مني علشان تبدا مشروعك. بيقول له انت خدت من ابوك علشان تبدا مشروعك وتوصل للي انت وصلت له ده؟ فلوسك اللي بتتكلم عنها دي ملهاش اي لازمه بالنسبه لي. بيقول له اطلع بره بيتي يا كلب. بيقول له يا سلام واخيرا كويس انها جت منك وخرجتني من السجن اللي كنت عايش فيه. هو بيسيبه ويمشي ومن ساعتها في جي عايش وحيد. في الوقت ده باباه بيكون قاعد على العشاء كالعاده لوحده. بيقول لمراته مالك في ايه؟ بتقول له عيد ميلادك ال 65 بعد 45 يوم.
يوم. عايزين نعمله المره دي بشكل مختلف، نعمل عيد الميلاد على اساس انه حفل جوازنا. بيقول له لو عملت كده ابنك الصغير هيحضر؟ اكيد طبعا مش هيعمل ده، هو بيسيبها ويمشي. تاني يوم بيكون في اجتماع والمدير بيقول له في مزاد لمانجا منزلته الحكومه النهارده، ولكن المنافسه عليه شرسه، ابرزهم هو بركاش. داخل بتقول له ويخلص الصفقه دي، بيقول لهم محدش ياخد المزاد ده غيري. بيقول لي جاي زود 25% فوق اللي هيدفعه بركاش. بيقول له بس احنا كده مش هيطلع لنا مكسب كويس. بيقول له مش مهم المكسب، المهم ما نديش فرصه للمنافس يعلي علينا. بيخلص معاهم وبيروح لصاحبه دكتور اناند، بيقول له ايه الاخبار من يوم ما عملت لي التحليل وانت مختفي؟ بيقفل الباب وبيقول له اللي كنت شاكك فيه اتاكدت منه النهارده. بيقول له في ايه يا قلقتني؟ بيقول له للاسف انت عندك مرض البنكرياس، وحاليا انت في المرحله الرابعه، دي يعتبر من المراحل الاخيره، والمرض ده ملهوش علاج، ولكن انا هحاول بقدر الامكان. بيقول له قدامي قد ايه واموت؟ بيقول له 8 او 9 او 10 شهور بالكتير. بيقول له بقول لك ايه، الموضوع ده هيبقى سر بيني وبينك، مش عايز اي حد يعرف اي حاجه. هو بيسيبه ويمشي، هو بيكون في منتهى التوهان. بيروح البيت وبيقول لمراته انا موافق اعمل عيد ميلادي وحفل جوازنا. بتفرح قوي وبتروح تتصل بفي جي وبتقول له باباك وافق يعمل الحفله. بيقول لها مبروك، انا مش عارف انت طايقاها ازاي الراجل ده. بتقول له هو انت مش هتيجي الحفله؟ بيقول لها ما انت عارفه. بتقول له يا ابني انت بقالك 7 سنين بره البيت، 7 سنين ما شفتكش، 7 سنين ما خدتكش في حضني. بيقول لها خلاص ياما هاجي احضر الحفله علشانك وامشي. وفعلا تاني يوم الصبح كيشو بتاع الشاي بيقول لها في جي وصل. بتفرح قوي وبتخرج له جري لبره، بتاخده بالحضن. اه يا جاحد، قدرت تبعد عن حضن ست الحبايب 7 سنين؟ بتاخده وتخش جوه، وجاي بمجرد ما بيشوفه بيبص له بقرف ويمشي، وجاي بيبص له من فوق نفس البصه وبيخش تاني لجوه. بنت اخوه ريا بتنزل من فوق، مامته بتقول لها خد يا بنت علي هنا، فاكره مين ده؟ ده عمك في جاي. بتبص له بقرف وبتسيبه وتمشي. اما بابا بتكون نظرته ليه كلها ملامه واشتياق، مامته بتقول له اطلع اوضتك لحد ما نحضر العشاء واندهله. بيطلع فوق وجاي بيروح له، بيقول له شوف لفيت ورجعت هنا تاني. بيقول له اخويا انتوا لسه زعلانين مني؟ انا ما كانش قصدي ازعلكم، معقول بقالي 7 سنين ما وحشتكش؟ بيقول له لا يا اخويا اكيد وحشتني. بيقول له بس انت ما وحشتنيش، وجاي تعرف انا رجعت تاني هنا ليه؟ ما تقلقش مش جاي هنا علشان اخد نصيبي، رجع تحضر الحفله علشان خاطر امي وماشي تاني. كيشو بيحضر العشاء وهو بيفضل ينده عليهم. في جاي بينزل له وبيقول له ازيك ده كيشو؟ بيقول له زعلان، البيت بعد ما انت مشيت بسنه حاله اتشقلب 180 درجه، تعال اوريك بعينك. بيقعدوا هما الاثنين بعيد، جاي بينزل كمان ياكل لوحده. بيقول له شوف البيت هنا كل واحد بياكل لوحده. بيقول له طب وليه مرات جاي ما نزلتش تاكل معاه هي وبنته؟ بيقول له اسكت، دول بقالهم 6 شهور متخانقين ولحد النهارده ما بيكلموش بعض. المهم كلهم الست بتاكلهم واحد ورا الثاني. بتقول له يلا تعالى. بيقول لها هاجي فين؟ البيت كله اكل ومحدش سالك انت كلتي ولا لا؟ اقعد ياما انا هاكلك بايدي. بيقعد ياكل معاها وبيفضل يهزر معاها ويضحكها. بيخلص وبيخرج بره بيلاقي في دخان خارج من الركنه دي، بيروح يبص بيلاقي في المكان سجاير كتير. بتقوم بنت اخوه جاي، بيقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بتقول له انت مين علشان تسالني سؤال زي ده؟ او بتسيبه وتمشي. تاني يوم باباه بيكون عند صاحبه الدكتور وبيقول له اجمد يا وحش، مش عايزك خايف من حاجه. بيقول له خاف ليه؟ انا عملت امبراطوريه ومعايا 2 اسود هيكملوا من بعدي. بيقول له انت قلت لهم على مرضك؟ بيقول له لسه محدش يعرف، بس قريب جدا هعرف البيت بالكامل. بيقول له كويس قوي، قررت مين هيكون الوريث فيهم؟ ما بيردش عليه. وتاني يوم بيكون في مؤتمر بيحضر فيه كل رجال الاعمال. جاي بيكون هناك ومجرد ما بيشوف الست دي بيروح جري عليها، بياخدها بالحضن. بتقول له لحد امتى هتفضل تقابلني في السر كده؟ بيقول لها اصبري بس اثبت نفسي واورث شركات ابويا، وساعتها هسيب مراتي خالص واتجوزها. بتقول له انت ايه ضمنك ان انت هتكون الوريث؟ ما هو ممكن ابوك يختار اخوك اجاي. بينصدم فبتسيبه وتمشي. وبركاش بيكون سامع كل اللي حصل ما بينهم، واجاي بينصدم بمجرد ما بيشوف مكاش. بيروح له جري بيقول له ياه يا اجاي، كنت الاول بتجري ورايا، دلوقتي انا اللي بدور عليك. انت من سنتين فاتوا خدت مني 4 مليار دولار، دلوقتي بالفوائد بقوا 55 مليار، على فكره انا جبت رقم ابوه. بيقول له انت اتجننت؟ اياك ابويا يعرف اي حاجه. بيقول له اها، انا نسيت انك انت بتحلم تكون وريث ابوه، وطبعا لو ابوك عرف مش هيورثك اي حاجه، وهيورث اخوك كل حاجه. طيب احب اقول لك اني سامع كلام من ناس كتير بيقولوا ان ابوك ناوي يورث اخوك الكبير. بيقول له ده مستحيل يحصل في وجودي، ذوق عافيه انا الوريث، وبالنسبه لفلوسك انا هديك حاجه اكبر من ال 55 مليار. وفي جي بيكون قاعد في البيت ونازل على السلم بيغني، ومره واحده بتظهر له القمر ديفا، بيثبت مكانه هو بيفضل مركز معاها، ولكن هي ما بتعبرهوش وبتسيبه وبتطلع لفوق. بيمسك كيشو وبيقول له مين الفخده دي؟ بيقول له فاكر يوم فرح اخوك جاي كان في بنت وراك في كل مكان؟ بيقول له ليه بتفكرنا الله يقرفك؟ بيقول له ما هي نفس البنت، البنت دي اخت مرات اخوه. بيقول له نهار اسود دي اتغيرت 192 درجه، بس على مين؟ هوقعها يعني هوقعها. في الوقت ده ديفا بتقول لاختها انا نفسي اعرف انت ايه اللي مصبرك عليه، اتطلقي منه، اللي زي ده ما يستحقكيش. بتقول لها مش هينفع علشان اولادنا. بتغضب او بتسيبها وتمشي. فيجي بيقول لها ديفا، بتقول له نعم. بيقول لها انت مش فاكراني؟ بتقول له لا انت مين، فكك مني انا مش فضياله. او بتسيبه وتمشي. تاني يوم بيكون عيد ميلاد بنت جاي الصغيره والكل بيكون حاضر. ديفا بتاخد اختها على جنب وبتقول لها يا بنت انت ازاي طايقاه يقف جنبك؟
ارجوك اتطلقي منه. في جاي بيكون سامعهم وبيقول لها ديفا معاها، انا من يوم ما رجعت ما شفتش ابتسامه على وشها، ليه مستحمله كل ده وبتعذبي في نفسك؟ طالما مش مرتاحه في العيشه مع اخويا يبقى ما تعيشيش معاه، احنا بنعيش مره واحده يبقى لازم نعيشها صح. فكري في كلامي وهتلاقي كلامي وكلام اختك ديفا صح. هو بيسيبها ويمشي. ديفا بتروح وراه وبتقول له اسمع، انا فاكرك من يوم فرح اختي، اصلا ما بطلتش افكر فيك ولا لحظه، انا كنت فاكرك زي اخوه علشان كده قلت لك ما اعرفكش. ومن بعدها بيقضوا اجمل الاوقات سوا. في الوقت ده بركاش بيتصل براجي وبيقول له كيفك يا معلم، مفيش مبروك، الصفقه اللي انت كنت مكمر عليها لسه حالا مخلص عقودها، حابب اقول لك اللي اداني تفاصيل الصفقه شخص عزيز على قلبك. بينصدم وبيروح جري على الشركه بيقول للمديرين مين اللي سرب تفاصيل الصفقه، محدش يعرف غير اللي موجودين هنا، هيا كان هو مين هعرفه، وصدقوني لما اعرف هوريه النجوم في عز الليل، اصل النجوم في الهند بتطلع بالنهار يا صديقي. المهم في جاي بيكون مع ديفا وخالته ام جاي بتقفشهم سوا، بتقول له انت من امتى بتحبها هلا؟ بيقول لها من زمان يا مامي. المهم بيجي يوم عيد ميلاد ابوه اللي هو برضه يوم حفل جوازهم، في جاي وديفا بيحيوا الحفله وبيرقصوا بيخلصوا وبتبدا المراسم. جاي بينصدم لما بيشوف عشيقته حضرت في الحفله، بياخدها على جنب وبيقول لها ايه اللي جابك هنا؟ بتقول له خلاص انا مش هتحمل الوضع ده تاني، الكل لازم يعرف اني في حياتك. مراته بتخش عليه وبتصفخه حته قلم محترم، الكل بينصدم واخوها اجاي بيكون في منتهى السعاده. جوزها بيرد لها القلم بتقول له خلاص اللي كنت شاكة فيه طلع حقيقة يا خاين، او بتسيبه وتمشي. مامته بتروح لها وبتقول لها استني يا بنتي ما تخربيش بيتك بايدك، بتقول لها لو كنت انت مكاني كنت هتعملي ايه؟ فهو بتسيبها وتمشي. راجي بيقول للناس شكر الله سعيكم خلاص الحفلة انتهت، موكيش بيقول له لسه ما انتهتش. اجاي بينصدم وموكيش بيقول له ازيك يا عمي انا موكيش ممول، ابنك خد مني 4 مليار دولار، خد الفلوس دي علشان ياخد مشروع انت رفضته علشان عارف انه هيخسر، وفعلا المشروع فشل وابنك ما عرفش يسدد لي الفلوس، وحاليا الفلوس بالفوائد بقوا 55 مليار. انا حبيت اقول لك قبل ما ارفع شكوى ضد ابنك مش عايز ابوظ سمعتك. هاجي بيقول له انا مش اديتك المعلومات، ايه لازمتها الشوشره دي؟ بيقول له اها قصدك معلومات الصفقه اللي كان مكمر عليها ابوك؟ ايوه يا عمهم، ابنك اللي سرب لي معلومات الصفقه وانا اديت المعلومات لبركاش، وبركاش قدر يخلص الصفقه دي بفضل ابنك. راجي بينصدم وهاجي بيقول له انا هقتلها، ولكن رجالته بيكسروا عظمه، هم بتكون هتجري عليه ولكن الوحش في جاي بيمسك ايديها. ابن الهرم ده بيكون خلاص هيضربها جاي، تفتكر انه هيضربها صديقي؟ لا والله، في جاي بيثبته مكانه وبيرفصه برجليه بيرجعه مكانه. اللي بعده بيكسر رجالته بالكامل وبيقول لبركاش شايف الباب اللي هناك، خد رجالتك وامشوا على رجليكم بدل ما خرجكم من هنا بالاسعاف، بيسيبه ويمشي. وراجي بيكون في منتهى الصدمه. دكتور انان بيروح له وبيقول له كويس انك ما قلتش على مرضك لاولادك، اياك تثق فيهم وتعرف حد منهم مرضك. بركاش بيتصل بيه وبيقول له كل سنه وانت طيب يا نمس، ايه رايك في الهدايا اللي انا بعتها لك النهارده؟ انا قاعد مستني اشوف مين وريثك في اولادك الاثنين الزاطه. ما بيردش عليه وبالليل بيروح لفيجاي بيلاقيه بيحضر الشنطه، بيقول له بقول لك ايه انا مش عايزك تمشي، خليك هنا معايا في البيت. بيقول له نعم، بيقول له براحتك. بيقول له عايزني ليه؟ بيقول له عايزك تكون وريثي تدير البيت والشركات بتاعتي. بيضحك او بيقول له ده من امتى؟ لما عرفت ان اولادك الاثنين فاشلين وكل واحد منهم وراه مصيبه مخبيها، اي حد غيري هيقبل العرض المغري ده، ولكن انت متاكد من جواك اني هرفض؟ انا ما جيتش هنا علشان عروضك، انا جيت هنا علشان خاطر امي وبس. وفعلا تاني يوم الصبح بياخد شنطه وبيودع مامته، وابوه بيكون في منتهى الحزن. في جاي بيوصل المطار وراجي بيكون قاعد في منتهى التوهان. مرته بتخش عليه وبتقول له هحضر لك اكل، بيقول لها مش عايز. بتقول له انت ما اكلتش من امبارح، هتفضل لحد امتى كده؟ بتبص لتحت وما بتكونش مصدقه اللي شايفاه بعينيها. في جاي رجع تاني البيت، راجي بيبص هو كمان وبياخدها جري لتحت. مامته بتقول له ايه اللي رجعك تاني؟ هاني ما بتنزلش من على باباه؟ بيقول لها مش حابب امشي، عايز اكمل هنا معاكم. واللي بيكون رجعه هو الدكتور انان، رجع لما عرف مرض باباه. باباه بياخده في المكتب وبيقول له لما مشيت جسمي اتلبش، واول مره احس اني لوحدي. لما انان ده قال لي على المرض اللي عندي ما خفتش، ولكن اللي بيحصل حواليا دلوقتي مخوفني، حاسس ان كل اللي عملته بمجرد ما هموت هيروح على الفاضي الا لو انت فضلت في ظهري وسندي، ساعتها هموت وانا مطمن على مستقبلك انت واخواتك من بعدي. بيمسك ايديه هو بيكون في منتهى الحزن. تاني يوم الصبح موكيش بيتصل ببركاش هو بيقول له مبروك عليك يا رياسه. بيقول له ايه اللي حصل؟ بيقول له افتح التلفزيون وهتعرف. بيفتح التلفزيون بيلاقي الاعلام بيقول خبر عاجل، راجي صاحب اكبر شركات في الهند بيعلن تقاعده من الشغل. وفعلا راجي بيقول انا خلاص هلبس البيجامه واسيب الشركه. بركاش بيفرح قوي وراجي بيقول ولكن احب اعلن عن وريث ورئيس شركات الجديد في جاي راجي. وفعلا في جاي بيخش الشركه والكل بيرحب بيه، بيقعد على كرسي الرئاسه واخواته بيخشوا عليه. هاجي بيقول له انت ازاي وصلت هنا يالا؟ بيقول له لعبتها صح، بابا قال لي خليك ما تمشيش من البيت. قلت له اوكي ولكن بشرط واحد، اكون انا وريثك الوحيد. وفعلا كتب لي كل حاجه وبقيت رئيس الشركه، يعني انا دلوقتي رئيسك منك ليه. اسمعوني كويس انتوا الاثنين، المره اللي فاتت انا رجعت علشان خاطر امي، ولكن المره دي انا رجعت علشان خاطر ابويا، واللي مش هيمشي مظبوط هلبسه الزعبوط. بيروحوا البيت هو بيقولوا انت فين يا ابا؟ امهم بتقول لهم في ايه اللي حصل؟ بيقول لها في ان جوزك كبر وخرف، ادى كل حاجه لابنك الصغير. ابوهم بيقول لهم في ايه؟ بيقولوا
في انك بتولع الدنيا وبتدخل اولادك في حرب انت مش قدها. ايه اللي احنا عملناه عشان تدي الورس لابنك الصغير؟ قول لنا ايه اللي احنا غلطنا فيه. في جاي بيسقف لهم وبيقول له خلينا نبدا بيك انت خروف يا كبير، خنت مراتك وديت لعشيقتك منجم بيعمل في السنه حوالي 215 مليار دولار، ده انت حبك غالي قوي يا جدع. هم انت يا معلم خنت ابوك وخرجت تفاصيل الصفقه علشان تصبر اللي مدينينك بفلوس المنجم الفاشل اللي لحد النهارده بتخسر فيه. اسمعوني كويس، ابوكم عمل الصح والمفروض نحط ايدينا في ايدين بعض ونطور الشغل، ولو مش عايزين خلينا عيله محترمه مع بعض. جاي بيقول له انت اتجنن؟ بعد اللي حصل نكون سوا؟ من النهارده احنا اعداء، وانت وابوك هتندموا على اللي انتوا عملتوه. وهم الاثنين بيسيبوا البيت ويمشوا. هم بتقول له انت هتسيب اخواتك يمشوا؟ بيقول لها سيبيهم، لو مسكت فيهم مش هيرجعوا للابد. تاني يوم بيروح المنيا والمدير بيقول لرئيس العمال، جه رئيس الشركه الجديده عشان يشوف الشغل بنفسه. بيقول له رئيس مين؟ احنا ما نعرفش غير رئيس واحد وهو اجاي. في جي بيقول له سيبك منه تعالى معايا. بياخد لفه في المكان وبيكون خلاص ماشي، ولكن العامل ده بينزل عليه بصندوق بيطبق له العربيه. بتبدا العمال تهاجمه من كل اتجاه وبيجري منهم يمين وشمال. بيحضر اجاي في المكان والعمال بتحوطه بالاسلحه من كل اتجاه. اجاي بيقول له ايه رايك يا معلم؟ لو خطيت هنا تاني هتفضل تجري من رجالتي زي الفار ومش هتلاقي حد ينقذك منهم. بيقول له يعني يا عم انت بتتحمى في رجالتك؟ هون عليك تسيبهم يضربوني؟ بيقول له خف تمثيل يالا، الكلام ده مش هياكل معايا، ارموه بره يا رجاله. ترموا مين؟ ابلع يالا. اجاي بينصدم وفي جاي الرجاله بتكون حواليه من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله، بينزل فيهم تخبيط يمين في شمال وانا كمختار مصدقك يا ابن الحلال. بيخلص عليهم بالكامل واجاي بيكون واقف مكانه مصدوم. في جاي بيقول له ما تخافش مش هضربك علشان انت اخويا الكبير، بس انا عايز دماغك تكبر عن كده علشان بعد كده تعرف تلعبني. بيشاور للعامل اللي كسر العربيه بتاعته، العامل بيشيل الصندوق وبيكون خلاص هينزل على العربيه، ولكن في جاي بيوقفه وبيقول له انت عارف ليه انا مش هدمر العربيه دي؟ لانها خلاص بقت ملكي والبدله اللي انت لابسها ملكي. بيسيبه ورئيس العمال بيفتح له باب العربيه، بيسيبهم ويمشي وبيخلص شغل في الشركه وبيروح البيت. بيقول لمامته في ايه مالك؟ بتقول له مرات اخوك عايزه تخلع اخوه وده اشعار من المحكمه. بيقول لها بعد اللي عمله يستاهل. بتقول له اخوك ضايع محتاج حد يقف جنبه، وبتسيبه وتمشي. تاني يوم بيروح لمرات اخوه وبيقول لها انت خدت قرار الطلاق ده بسرعه قوي. بنت اخوه بتقول له فين هو ابويا اللي انت جاي هنا تدافع عليه؟ مامتها بتقول لها ريا كلمي عمك باحترام. بتسيبهم وتمشي. وفي جي بيقول لها فكري كويس في اللي ما بينكم ومهما كان قرارك انا هقف جنبك مش هسيبك. دي بقى بتروح وراه وبتقول له انت قلت لها قبل كده تسيبه، وجاي دلوقتي تقول لها فكري في الموضوع وروح ادي الجواب ده لاخوك وهيمضيه من غير ما يفكر. بيقول لها ما هو علشان كده انا ما رحتش لاخويا وجيت هنا. هو بيسيبها ويمشي. في الوقت ده الحكومه بتخرج العمال من مناجم الشركه وبتحجز على كل مناجم شركه راجي. الدنيا بتتقلب والاعلام بيقول هل هي دي بدايه نهايه شركات راجي؟ راجي وفي جي بيروح للمسؤول وراجي بيقول لهم ازاي تحجزوا على المناجم وانا واخدهم بعقد ايجار 50 سنه، انتوا كده بتخالفوا البنود اللي في العقود. بيقولوا بالعكس احنا ماشيين على البنود اللي في العقود. في بند بيقول ان كان فسخ العقد راي الاغلبيه يبقى لازم العقد يتفسخ، وانت واولادك اصحاب العقد واولادك الاثنين طلبوا فسخ العقد وبكده العقد لازم يتفسخ. احنا ممكن نرجع في القرار ده لو اولادك الاثنين وافقوا، هم موجودين هنا يا ريت تتكلم معاهم. اولاده بيخشوا ولكن ما بيكونوش لوحدهم، بيكون معاهم الشيطان بركاش. راجي بيتوتر وفي جي بيمسك ايديه. المسؤول بيقول لهم هم قدامك يا ريت تتكلم معاهم لان يوم 15 هنفتح مزاد جديد واللي هيدفع اكتر مبروك عليه المناجم. بينزلوا تحت وبركاش بيقول له ايه رايك؟ انا عملت بنصيحتك لما قلت لي لو كنت عايز تكسبني لازم تعدي من الاسدين بتوعي، وهم الاسدين بتوعك بقوا معايا خلاص، وريني ازاي هتكسبني بالقطه البلد اللي معاك دي. هو بيسيبه ويمشي. وهم في الطريق للشركه بيقول لي في جاي على اخر الزمن اولادي يتحالفوا مع اعدائي. بيقول له سيب الموضوع ده عليا وما تقلقش من اي حاجه. بيوصل المكتب وبيطلب اوراق المناجم، بيدرسها كويس وباباه بيقول له اسمع باي شكل احنا لازم نكسب مزاد المناجم دي، المناجم دي ما ينفعش تضيع من ايدينا، اخواتك الاغبياء زمانهم طلعوا كل اسرار الشركه، ما يعرفوش اني لو وقعت بركاش هيستعبدهم عنده، المشكله ان انا حافظهم وهم حافظني وعارفين ان انا هكسب المزاد ده، فاكرين اني هدفع 40 مليار دولار ولكن احنا هندفع 45. في جاي بيقول له برضه مش كفايه، وفعلا التانيين بيقولوا احنا هندفع 40، وجاي بيقول لهم برضه مش كفايه 40، احنا هندفع 60 مليار دولار. مجيش الممول بينصدم وبيقول لهم مستحيل انا مش معايا السيوله دي. بيقول له ده الحل الوحيد علشان نكسب المناجم. بركاش بيقول له اتصرف شوف اي حد من زمايلك. بيقول له يبقى ما فيش غير واحد بس وهو اديتا ميتال، مجرد الكلام معاه بس بفلوس. بيتصل بيه وبيقول له ازيك يا فندم احب اعرفك. بيقول له انجز عايز ايه؟ جاي بيقول له خلينا نحط شروطنا علشان نتمم الصفقه. بيقول له لا انتوا مالكمش شروط، انا بس اللي اقول شروطي، الصفقه هتتم بالسعر اللي انتوا عايزينه ولكن بنسبه 80% ليا و20% ليكم. جاي بيقول له مستحيل طبعا. بيقول له اخر كلام 25 ليكم و75 ليا. جاي بيقول له 55 ليك و45 لينا. بيقول لهم سلام او بيقفل معاهم. موكش بيقول له انت اتجننت، احنا مش هنلاقي ممول زيه تاني. جاي بيقول له احنا مش هبل علشان نقبل بالخساره دي كلها. بركاش بيقول له خلاص استعد للخساره قدام ابوك واخوه. جاي بيقول له احنا ما قدامناش حل تاني، لازم نغلب ابوك باي ثمن. وفعلا بيوافقوا وبيبدا المزيد.
المميزات. الكل بيكون حاضر. وعم حمودة بيقول الشركة اللي قدمت تالت افضل عرض هي شركة زعبولا، والشركة التانية هي شركة راجي، اما الشركة اللي قدمت افضل عرض شركة براكاش، وهي اللي كسبت المناجم. بعد دفع الفلوس وتخليص الاجراءات اللازمة يقدر يستلم المناجم بتاعته. الكل بيمشي وفي جاي بيفضل قاعد مصدوم. هاجاي بيروح له وبيقول له قول للراجل العجوز اللي بعتك ورثه الجديد ورثه علشان يكتب نهايته. هو بيسيبه ويمشي. براكاش بيقول له حاسس بيك، انا بتفكرني بقصة كان حكاها لي جدي زمان. كان في نمر مسيطر على الغابة وجه ضبع زيك كان عايز ياخد مكانه، ولكن الضبع ما يعرفش ان فيه نمر هيكتب نهايته. قول لابوك طول ما انت في غابتي هفضل اضرب فيه كل ضربة والتانية لحد ما اوقعه مكانه. هو بيسيبه ويمشي. وهو في الطريق بيقول ياه كان نفسي اشوف راجي وهو خسران النهاردة. قال بالحق، امتى هيجي المستثمر علشان يدفع الفلوس وناخد المناجم؟ بيقول له هو في الطريق دلوقتي. وفعلا ميتال بيكون في الطريق والمسؤول بيقول لهم ليه متأخرين، الاوراق لازم تتخلص في خلال 10 دقايق والا المركز الثاني هيبقى ليه الحق ياخد المناجم. وفعلا الممول بيوصل. بومكش بيقول له ايه اللي اخرك يا فندم؟ بيقول له انت زنان ليه يلا؟ مش انا رئيسك وانت كنت مستنيني؟ انا كمان كنت مستني رئيسي. وبيروح جاري يفتح باب العربيه لرئيسه. رئيسه بيكون في جاي يا صديقي. كلهم بينصدموا. هو بيكون واقفين في منتهى التوهان. في جاي بيكون قال لابوه احنا هندفع اقل منهم وهنكون المركز الثاني، انا مش عايزك تشيل هم حاجه واسيب للموضوع ده. وفعلا بيتصل بصديق عمره اديتا وبيقول له انا عايزك معايا. هما الاثنين بيحطوا الخطه وبيحصل اللي حصل. في جاي بيخش عليهم وبيقول لبراكاش جدك نسي يحكي لك باقي الحكايه، النمر ما كانش يعرف ان في اسد سايبه براحته علشان بعد ما يصطاد الفريسه يروح مديله على دماغه واخدها منه. بيقول لي اديتا يا اخويا هما لو ما دفعوش دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ بيقول له المناجم هتروح لتاني واحد في القائمه. بيقول له سمعت يا براكاش؟ ضربه ورا الثانيه ورا الثالثه لحد ما اخلي دماغك شبه الفطيره. يلا اديتا خلينا ندفع ونمضي العقود. بيسمو بيخش جوه بيمضي العقود باسم الشركه وبياخد الهليكوبتر وبيروح يفتح المناجم. مش لوحده يا صديقي، بيكون معاه اضعاف العمال اللي كانوا شغالين هناك. الشغل بيكون من نار وبكده المكاسب هتزيد اضعاف. الدنيا بتكون ماشيه زي الفل لحد ما ارسم راجي بتتصل بمامته وبتقول لها البنت ريا ما جاتش عندك؟ بتقول لها لا ما جاتش. هي فين لحد دلوقتي؟ بتقول لها ما اعرفش. الدنيا بتتقلب والعيله كلها بتتجمع. بيقلب الدنيا على البنت ملهاش اي اثر. بيجيبوا زميلتها ومامتها بتقول لها هي اخر مره قالت لي انها عندك. بتقول لها بالظبط ولكن سابتني ومشيت مع شاب كانت متعرفه عليه عن طريق ابلكيشن. لو انت سنجل هتلاقي حبيبك عندنا. كلهم بينصدموا. وجي بيقول لها ابلكيشن وولد؟ انا كنت عارف انك مش هتعرفي تخلي بالك منها يا ست هانم. ديفا بتقول له ليه ما كنتش انت جنبها وخليت بالك منها؟ بيقول لها انا ابوها ومن حقي. فيجي بيقول له انت تعرف حاجه عن ابوك علشان تتكلم عن بنتك؟ اللي زيك ما يعرفش يعني ايه اب ويعني ايه ابن. انت تعرف مين من زمايلها؟ تعرف بنتك بتروح فين كل يوم؟ تليفون راجي بيرن. بالظبط بيقول له احنا جبنا سجل مكالمات البنت وتليفونها هتقفل في منطقه بوكام الساعه 5. كلهم بيروحوا جري على اسم الشرطه وبيراجعوا الكاميرات اللي في المنطقه. هو مجرد ما العربيه اللي البنت فيها بتخش المنطقه دي ما بتظهرش اي حاجه تاني. الضابط بينصدم وبيقول لهم طالما دخلت المنطقه دي يبقى وعد فيه التجار اعضاء البشر. في بنات كتير راحت هناك وما لهاش اي اثر. مساعد الشرطه بيشوف ان هي مامتها فبتصعب عليه. بيقول له يا فندم اكيد هي مع المجرم انتوني. بيقول له خلاص خالص احنا ما نعرفش حد بالاسم ده، الشخص ده ما نعرفش هو مين، ولو فضلنا وراه او رحنا المنطقه هناك ما حدش فينا هيشيل الجنود اللي هنخسرها. اسمعوني كويس يا جماعه، احنا هنحاول وبعد ساعتين هنبلغكم بالنتيجه. في جاي ما بيستناش وبيروح لمساعد الشرطه بياخد منه معلومات اللي اسمه انتوني. بيقول له ده بيتاجر في اي حاجه، مخدرات، سلاح، نسوان، اعضاء، ولكن كل ما بنهجم عليه رجالته بيخلصوا علينا وما بنعرفش نوصل للي اسمه انتوني، وتقريبا اي شخص بيخش هناك وينطق اسم انتوني ما بيرجعش من المنطقه دي تاني. في جاي بيخش وسط رجالته وبيقول لهم فين انتوني؟ واحد من رجالته بيقول له انت مين؟ بيقول له بنت اخويا اتخطفت هنا الساعه 5، جاي اخدها وامشي. فبيزقه لورا. بيقول له طيب انا ما عنديش وقت، فين اللي اسمه انتوني؟ فبيجي يزقه تاني ما بيقدرش، بيحاول كتير ولكن في جاي بيكهرب له دراعه ويوسع باصاكا. رجالته بيحطوهم من كل اتجاه وكلهم بيكونوا معاهم اسلحه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله، بينزل فيهم تخبيط بكل غباء ولا حد فيهم سادد معاه. بيخش بيت انتوني بيلاقي رجاله كتير مستنياه هنا. بينزل فيهم تخبيط ما بيشوفش حد بتكون عميانه معاه. بيكسر عظمهم بالكامل وبيقول لهم فين اللي اسمه انتوني ده؟ بيقول له هنا. بيروح له وبيقول له فين البنت اللي انت خطفتها الساعه 5؟ بيقول له الرجاله خدوها على المراكب وزمانهم وصلوا بيها هنا، لو عايز اروح انقذها بسرعه. بيقول له مين قال لك ان انا عايز انقذها؟ بيخبطه في وشه. وفعلا رجالته بيكونوا وصلوا بيها المراكب. انتوني بيتصل بيهم وبيقول لهم ارجعوا بالبنات اللي معاكم بسرعه. بيقول له يا ريس احنا وصلنا. بيقول له خلاص يلا ارجع حالا. في جي بيكون معلقه وسط منطقته وحواليه كل رجالته. واحد منهم بيقول له يا ريس اديني الفرصه وانا هخلص عليه. في جي بيسيب الحبل او بيمسكه تاني. انتوني بيقول لهم مين الكلب اللي اتكلم؟ لما انزل هخلص عليه. الشرطه بتحضر في المكان والعربيه اللي فيها البنات بترجع. في جي بيروح يطمن على بنت اخوه وبياخدها في العربيه ويمشي. البنت بتنزل من العربيه وبتروح جري تاخد باباها بالحضن. في جي بيروح له وبيقول له ما تحرمش مراتك واولادك من حنانه، مفيش حاجه في الدنيا تستاهل تسيبهم لحظه علشانها. وهم في الطريق هارسي بتقول لفي جي انا مش هروح بيتنا، انا هروح بيت جوزي معاه. وفعلا بترجع
بيت جوزها وجاي بيرجعهم وبكون ماشي. امه بتقول له خليك ما تمشيش، ما بيسمع لهاش وبياخد بعضه ويمشي. وهو ماشي بيفكر في كلام في جاي وبيفتكر حضن بنته، بيرجع يقعد قدام الباب ومامته بتكون في منتهى السعاده، بتروح تقعد جنبه. هو بيخش لابوه جوه بياخده بالحضن وبيقول له حقك عليا انا اسف. بيروح لمراته وبيقول لها انا غلطت في حقك كتير، ارجوكي ما تزعليش مني. بتاخده بالحضن وبيروح لفيجاي يمسك ايديه، ولاول مره بنت اخوه بتروح تاخده بالحضن. باللي الراجل بيتعب وبيقع في الحمام، بياخدوه على المستشفى والدكتور انند بيعمل اللازم. بيخرج بره للعيله وبيقول لهم انا مش هينفع اخبي عنكم اكتر من كده، راجع عنده مرض البنكرياس وخلاص في مرحلته الاخيره، يا ريت تتجمعوا كلكم وتفضلوا جنبه، جايز ده يحسن من حالته. في جاي بيقول لجاي اتصل باجاي يخليه يجي لابوه، بيقول له اتصلت بيه وقلت له على مرض ابوه ولكن قال انه مستحيل يرجع. تاني يوم في جاي بيروح له وبيقول له تعالى معايا، بيقول له روح فين؟ انا عارف ان ابوك في المستشفى، مش هاجي ولا اشوفه حتى لو مات. هو بيسيبه ويمشي. بيروح يحكي اللي حصل لمامته، بتقول له انت هتسيبه؟ انا عايزاه يعرف ان اللي اسمه براكاش ده بيضحك عليه، اعمل المستحيل واثبت له ده ورجعه هنا تاني. وفعلا براكاش بيكون هيدخله في صفقه وهيخسروا اللي وراه واللي قدامه وبعدها هيرميه. في جاي وجاي بيروحوا له وجاي بيقول له اسمع مني، الراجل ده مش سالك، سيبك منه وارجع معانا تاني. بيقول له العيله دي ما تلزمنيش، بيقول له صدقني انا كنت زيك ولكن ادركت اني بعد عن العيله اكبر غلط. في جاي بيضحك والكل بيستغرب، بيقول له استنى انت بس اخويا، اللي زي ده مش هيجي بالحنيه سيبهولي. اسمع عاد انت يا عره، انت مش عايز تيجي معايا صح؟ بيقول له مستحيل، وغر من هنا مش عايز اشوف وش حد فيكم تاني. بيقول له طيب انا عرفت انك بتعمل مشروع جديد، ولو ما سمعتش كلامي بما اني رئيس الشركه وامتلك كل حاجه هوقف لك كل حساباتك وهمنعك من كل ممتلكاتك، وبكده يا استاذ العزيز اللي انتوا عايزينه من اخويا مش هيتم. الراجل اللي معاهم في المشروع بيقول لهم ايه المهزله دي، او بيسيبهم ويمشي. بيقول له اللي انت هببته ده وربنا لا تقلق. بيقول له استنى بس ما تقلقش، صاحبك اللي انت بعت ابوك علشانه هيديك الفلوس اللي انت عايزها، مش كده ولا ايه يا براكاش؟ براكاش بيقول له اسمعني كويس، انا مش هسيبك يا جاي، بس كل الاسهم اللي تمتلكها في شركه ابوك اكتبها لي باسم بيع وشراء وشوف هعمل لك ايه فيهم. في جاي بيقول له مش هيرضى يديك حاجه، واحنا وصغيرين ما كانش بيرضى يديني حته مصاصه، هيديك انت كل ممتلكاته. بيقول له هتديني ولا لا؟ بيقول له طبعا مش هديك حاجه. بيقول له طيب كل الشغل اللي معايا ده ملكي. بيقول له ازاي؟ بيقول له ما هو في العقود اللي انا بكتبها بيكون في بند صغير كده انت ما تاخدش بالك منه، ان كل حاجه بتكون ملكي وانت مالكش الحق تتصرف في اي حاجه. بيقول له اه يا ابن النصابه. بيقول له عندك حق، انا نصاب وانت بعت عيلتك لحمك ودمك وهم كمان باعوه، مش هتلاقي حد يدافع عنك، كسروا عظمه يا رجاله. الرجاله بيخبطوا فيه وجاي بيكون رايح يشيل عنه. في جاي بيقول له مالناش دعوه، خليه يطلب مننا المساعده الاول وانا مش هخلي حد فيهم يقرب ناحيته. هجاي بيكابر وما بيرضاش يطلب المساعده والرجاله بيكسروا عظمه. براكاش بيقول له هتمضي على ممتلكاتك ولا خلي الرجاله يخلصوا عليه. بيمسك القلم وبيشخبط على العقد وبيقول له رجالتك اخرهم اللي عملوه، انا كنت سايبهم يضربوني علشان الاسد يغضب. خش عليهم يا في جاي، بيقول لرجالته خلصوا عليه. تفتكر انهم هيعرفوا يقربوا له صديقي؟ لا والله، اول اتنين بيقربوه بيرميهم بعيد، الولد العنيد الاسد الشديد، اي حد بيقرب ناحيه اخوه بيكون مخبوط في الحديد. اه على وضعك تفيد، بينزل فيهم كدب واحد ورا التاني. بتعمل ايه يا ابني؟ الكدب بالراحه مش وش وصراحه. المهم بيخلص عليهم بالكامل وبيقول لبراكاش ما تخافش مش هضربك يا اخي، انت زي ابويا، انت عارف طبعا ان ابويا مريض عنده كل حاجه فلوس وسلطه، ولكن كل اللي طالبه ابويا دلوقتي يموت في هدوء واولاده يكونوا حواليه. صدقني الدنيا دي ما تستاهلش ان احنا ناكل في بعض علشانها، والكفن ملهوش جيوب، ومهما هتعمل مش هتاخد معاك غير كم متر قماش ابيض. براكاش بيتاثر وفي جاي بياخد اخواته ويمشي. بيخش هو وجاي البيت واولاد اجاي بيخش وراه واجاي بيخش وراهم، بيروح يعتذر لابوه ومن بعدها الاسره بترجع تاني سعيده، وبيقعدوا كلهم ياكلوا على سفره واحده والكل بيكون في منتهى السعاده، وكل ده بفضل الولد في جاي. بيروح ينيم ابوه او بيكون ماشي بيمسك ايديه وبيقول له مش عارف ينفع اشكرك ولا لا على كل اللي انت عملته معايا، وقفتك جنبي وجنب كل افراد الاسره. بيقول له مهما كانت الخلافات بيني وبينك ولكن لا هينفع في يوم من الايام انت تسيبني ولا هينفع انا اسيبك. نعم يا ابا. وبابا بينام. تاني يوم بالظبط بيموت واولاده بيحرقوه سوا، وفي جاي بيكون عايش على ذكراه. وهنا بينتهي الفيلم. وللعلم انا عملت انستجرام يا صديقي، هسيب لك الرابط في اول كومنت، عايزك تخش هناك تكسر الدنيا وتشترك هنا في القناه وتفعل زر الجرس وتحط لايك للفيديو لو عجبك وتخش تاخد لفه في القناه، هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام. الفيديو الجاي يا قمر. سلام.